صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله روحي وارواح العالمين لك الفداء غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيمة يا دوحة المجد من فهر ومن مضر أيها القاسم يا ابن الإمام الحسن سلام الله عليه يا دوحة المجد من فهر ومن مضر قد جف ماء الصبا في غصنك النظري يا درة درة يا درة غادرت أصدافها فغلت حتى غدت حتى غلت ثمنا عن سائر الدرر قد غال خسف الردايا بدر الهدى فهوى فيا نجوم السماء من بعده كدري فاغتال مفرقه الأزدي لعنة الله على عمرو بن سعد بن نفيل الأزدي فاغتال مفرقه الأزدي بمرهفه فخر لكن بوجه منهم عفري إن يبكيه عمه حزنا لمصرعه فما بكى قمر إلا على قمري يا ساعد الله قلب الأم الله شكل عندنا الآن أمهات شهداء حقيقة شباب مثل الورود مثل القاسم وهذا اللي تشوفه الشموع هذا حقيقة فرد رمز إلى أن الشاب المفروض أن يزف إلى عروسه ولكننا شهدنا كربلاء ونشهد اليوم حقيقة كربلاء لا زالت حية أمهات يودعنا دول الشباب اللي هم مثل البدور الورود حقيقة يا ساعد الله قلب الأم يا ساعد الله قلب الصبط ينظر فردا ولم يبلغ العشرين من عمري مرملا مرملا مذ رأته أمه صرخت يا سروري ويا فؤادي ويا ضياء بصري بني تقضي على شاط الفرات ضمن والماء أشرب صفوا بلا كدر مرملا مذ رأته أمه صرخت يا سروري ويا فؤادي ويا ضياء بصري يا ابن الفاقدات أكثرن بخلفات يا ابن تموت أم الولد لا مايات والله يا ابني تموت أم الولد لو مات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون
قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. نور مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. واحدة من صفات الباري عز وجل أنه الودود. حديثنا في هذه الليلة هو عن هذا المصطلح ولكن بعنوانه العام، أي حديثنا عن الحب والمودة. وحقيقة هذا طبعا له دخل كبير في قضية التواصل الاجتماعي. ما ممكن أن أتواصل مع الناس وأنا أحمل في داخلي قلبا ميتا، قلبا أسود مفعم نعوذ بالله بالبغض والكراهية. لابد أن أمد الجذور والجسور إلى الناس بشكل عام، إلى الناس لابد أن يكون عن طريق الحب، لابد أن يكون عن طريق المودة، هذه العاطفة النبيلة. حقيقة يقترب الناس أو يتحابب الناس بعضهم من البعض الآخر بفضل هذه النعمة التي زرعها الله وأعطاها الله سبحانه وتعالى إلى الناس. تصور أن مجتمع أو بشر يعيشون بدون هذه الرابطة، حقيقة بدون رابطة الحب كيف يمكن أن يعيش الناس؟ يتحولون إلى وحوش أجلكم الله. لذلك واحدة من نعم الله على البشر هو أن أوجد فينا هذه أو هذا الشيء، أو كما يعبر عنه في التعريف الذي ورد حينما أرادوا أن يعرفون الحب، قالوا هي علقة وجودية بين المكمل والمستكمل. يعني أي شيء أنت تميل إليه هذا الميل هو الحب. شوفوا سبحان الله دعاء إبراهيم عليه السلام: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة. بعدين يقول: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. طبعا أكو بحث وروايات عندنا أن هؤلاء هم من؟ هذا دعاء إبراهيم عليه السلام مو كل ذرية خوب، مو كل قريش، وإنما من ذريتي، أي من للتبعير، من هم؟ كل معروف حقيقة روايات قلت لك عندنا اللي هم أهل البيت. لذلك سبحان الله ما من إنسان تعرف عليهم إلا وهوى بحبه إليهم. صاحب المناسبة القاسم عليه السلام حينما يسأله رسول الله قال له: بني كيف تجد الموت عندك؟ قال: يا عم فيك أحلى من العسل. لاحظ حتى الموت في سبيلهم فيك أحلى من العسل. المهم حديثنا إذن هي علقة وجودية بين المكمل والمستكمل. يعني الإنسان حينما يجوع هذا الميل، طبعا المكمل اللي هو الطعام والمستكمل هو الإنسان، هذه العلقة وهذا الميل إلى الطعام هو هذا الحب. أو الإنسان أو الرجل حينما يشعر بحاجة هذه العاطفة ويميل إلى المرأة، تعتبر المرأة مكملة وهو مستكمل، هذا الميل هو الحب. لاحظ إذن هذا النزوع إلى الشيء، هذا الميل إلى الشيء هو هذا يعبر عنه بالحب. إذن الحب حقيقة فرد نعمة إلهية. ومن الروايات الجميلة أن داود، النبي داود على نبينا وآله وعليه السلام، مرة من المرات وأمام أصحابه سأل من؟ سأل النبي سليمان ولده، كان بعده في مقتبل العمر، قال له: بني ما هو أحلى شيء خلقه الله؟ شنو أحلى شيء؟ قال: أبا إنها المحبة، إنها المحبة وهي روح الله بين عباده. الروح مو الروح، الروح شايفين لما الإنسان يكون في مكان
وهذا المكان في حر شديد، وفرد نوبتي تجيك فرد نسمة هواء أو عليل هواء بارد، هذه نسمة الهواء أو مثلا واحد في الحمام وبخار وحارة، تنفتح الباب تجي فرد نسمة من الهواء، هذه يعبرون عنها بالعليل، هذه النسمة يعبر عنها بالروح، يعني الإنسان في خضم هذه الحياة، في مشاكل هذه الحياة، مطباتها، مصاعبها، كما يقول الشاعر: طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار. الحياة طبعت على كدر، في وسط هذه الزحمة حقيقة، في وسط هذه المطبات الإنسان يحتاج إلى هذا الروح، إلى هذا المتنفس اللي هو الحب. وحقيقة الحب كما قلنا بمعناه العام، بمعناه الكبير، هسه العلاقة بين العلاقة الخاصة يعني بين الرجل والمرأة، هذه رشحة من رشحات هذا المفهوم الكبير والعظيم. إذن هذه النقطة الأولى، إن هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أنعمها على عباده. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مقابل ذلك، نعوذ بالله، مقابل ذلك اللي هي العداوة والبغض والشنهان، مقابل المحبة. لذلك الإمام زين العابدين سلام الله عليه في الدعاء المعروف، دعاء مكارم الأخلاق، يقول صلوات الله وسلامه عليه، يقول: وأبدلني من بغضة أهل الشنآن المحبة. حقيقة الإنسان في هذه الحياة قد يواجه، وهذا طبعا مو في التبرير للإنسان أنه يقول يابا لأنه هو يكرهني أنا أكرهه، لأنه هو ما يحبني أنا مثلا ما أحبه، لأنه هو أساء لي أنا أسيء إليه. هاي المقابلة بالمثل، زين، المقابلة بالمثل هذا مو عذر للإنسان المؤمن والمحب. حقيقة المفروض يكون الإنسان المؤمن: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. مقياس، حقيقة المقياس الذي من خلاله، هذا الترمومتر اللي من خلاله نستطيع أن نكتشف إن هذا مؤمن أو غير مؤمن، طبعا الخطأ السائد، وهذه من تحولت حقيقة عرف السائد، بأنه هذا يصلي هواية، هذا الحيتة، هذا ما أدري، هذا كله بينه وبين الله ما لنا علاقة به، احنا ما لنا علاقة به، هذا مو دليل ولا مقياس على الإيمان، صدقوني هذا ليس مقياس إلى الإيمان. لا يغرنك من المرء رداء رقعة وقميص فوق ساق الكعب منه رفعة، وعلى جبهته سجادة قد قلعة، أره الدرهم تعرض غيه أو ورعه. مو المقياس، لا تنظروا كما يقول الإمام الصادق إلى كثرة صلاة الرجل، زين، أو سجوده وركوعه، وإنما أنظروا إلى، فإن ذلك شيء قد اعتاد عليه، وإنما أنظروا إلى صدقه وأدائه للأمانة. هذا المقياس، المقياس الأخلاق حقيقة. إذن شوفوا أنت حقيقة الآن إحنا نتحدث عن كلمة الإيمان، فمو مقياس إنه والله هو سبني أنا أسبه أسأل، لا، أنت شنو الجوهر مالك، شنو إحنا نريد نعرف أنت شنو. من هنا يتعرض الإنسان في وسط هذه الحياة إلى أناس قد يكنون له بالبغض والشنآن والكره قد، ولكن الإنسان هنا شنو يسوي حتى يتخلص من هذه المشكلة؟ أول شيء الإمام، أول طريق دلانا إليه حتى نتخلص من أهل الشنآن، تدري شنو معنى أهل الشنآن؟ إحنا عندنا، شوفوا أعزائي، عندنا عداوة، وعندنا هم عندنا عداوة، ومقابل العداوة أيضا عندنا سوء الخلق. عداوة سوء الخلق، مرة الإنسان قد يكون عدو لكن ما عنده قلت يقول إساءة لك، مرة الإنسان يجمع كل هذه الخصال السيئة، يعني هم يكون سيء الأخلاق وهم يكون عنده عداوة،
فإذا جمع هذه الأشياء يعني عنده بغض وعنده عداوة وعنده سوء خلق، هذين ثلاثة، بغض عداوة سوء خلق، يعني ممكن الإنسان يكون عنده بغض ويا واحد بس ما عنده عداوة، أو عنده عداوة ما عنده سوء خلق. تلاحظ حينما نقول الشنآن، تدرون يعني شنو الشنآن؟ الشنآن هو الذي يجمع البغض والعداوة، تلاحظ، وسوء الخلق، ثلاثة يجمعين، هذا الشنآن. الآية القرآنية حينما تقول إن شانئك هو، تلاحظ شلون أبدأ، شانئ منو الشانئ؟ هو اللي همنا عند الموت والعداوة وهمنا سوء خلق، تلاحظ شلون، وهم بغض، ثلاثة يحملين. لنفرض سيشوف الإمام وين دا يروح، مو دا يروح إلى فرد واحد مقابلك شوي عنده سوء خلق، أو مثلا عنده عداوة، أو مثلا عنده فرد بغض لك، لا، هذا الإنسان الذي يجمع كل هذه الصفات السيئة يعبرون عنه بالشنآن. مع ذلك حتى لو أكو واحد يتصف بهذه الصفة، أنت شنو تسوي حتى تقول أكسبه، حتى أجره، أو على الأقل حتى أتخلص من المضار مالته؟ هذا أقل شيء. شنو أسوي؟ أول شيء الدعاء أخواني أخواتي، أول شيء الدعاء كما ورد في دعاء الإمام، وأبدلني من بغضة أهل الشنآن يا رب. هذول اللي عندهم شنآن يعني اللي يجمعون كل هذه الصفات السيئة، حولهم يا ربي من بغضة أهل الشنآن المحبة، خليهم يحبوني. أول شيء الدعاء. شوفوا بعض الأحيان يمكن الإنسان يقول شو يعني الدعاء؟ ممكن أنت تشوف لحظة واحدة ترفع يدك يعني للسماء وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنك شر فلان مثلا، أو يحول إلى صديق، إلى محب. أنا شخصا يعني سألت أحد المراجع مرة، كنا رايحين للحج، وبالحج عادة الأجواء مهيئة هناك بعد الحمد لله، فالجو هو كله معنوي روحاني، فصلاة الليل هذا فرد من الأمور اللي تعتبر جزء من أعمال المؤمن في الحج، في المدينة في مسجد النبي وفي مكة في الكعبة المنعومة. فسألت أنا شخصا أحد المراجع، قلت له مولانا عندنا إحنا الدعاء لأربعين مؤمن، شنو الأفضل واحد المن يدعو يعني لأربعين مؤمن؟ الوالدين، المراجع، الشهداء، المن يدعو؟ قال أول شيء ادعو إلى من بينك وبينه برود، إلى من بينك وبينه حاجز نفسي، هذا أول شيء. يعني إذا أكو فرد واحد عنده مشكلة نفسية وياي، تلاحظ، هذا شنو أسوي أنا؟ أول شيء أدعو له، لأن أكو إحنا حقيقة عندنا فرد طريقة كلش حلوة، سامة الحديث ذي الجرني شيء لا شيء آخر، عندنا فرد طريقة كلش حلوة، هي رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول تحبب إلى الناس يحبك. يعني مو معناه هو يحبك، ها، أنت تحبب، تعرف شنو معناه تحبب؟ مو حب، تحبب يعني تظاهر بالحب، تظاهر بالحب. هسه إما عن طريق دعاء تدعو له في صلاة الليل، أفرض أربعين مؤمن تجيب اسمه، زين لما نشوفه تحاول أن تبتسم لأن والبشاشة حبالة المودة، حاول يعني لازم الإنسان يفكر في طريقة حتى يكسب من بينه من بينه وبينه، زين أكو فرد حاجز نفسي، اكسر هذا الحاجز النفسي. كيف؟ يقول النبي، وأنا أقول رسول الله يقول تحبب إلى الناس يحبوك. التحبب هو التظاهر بالحب. شنو معنى التظاهر بالحب؟ هو التلقين، وهي فرد مسألة جدا نفسية، يعني في مجال النفس حقيقة جدا مسألة مهمة، أن يلقن الإنسان نفسه أنا أحبه أحبه، فيتحول هذا التظاهر إلى واقع وبالفعل تحبه. سماذا هنا ضرب هاي المثل أو لا؟ لا، السنة الماضية قبلها ما أذكر، بس في منبر من المنابر أنا حاجي هاي القضية، وأنا قاريها من في مذكرات أحد المستشارين في مجال العلاقات الاجتماعية. هذا هو يقول فرد يوم أنا بالمكتب مالتي وإجتني امرأة
اجت المرأة سلمت قالت أنا أريد اطلقني من زوجي. لاحظ اطلقني من زوجي. قلت له خموش لاستريحي شو المشكلة؟ قالت أنا وصلت إلى مرحلة من البغضاء والحقد عليه أريد أخاف أسوي فرج شيء، فبسرعة طلقني وخلصني يعني أنا أريد أخلص من عنده. قلت له إيه نخلص من عنده بس يا أبا خلي نفكر إنك فرد طريقة. طبعا قامت تحكي هذا هيك سوي هيك سوي، قام تقول هيك عمل هيك عمل. خب قلت لها ما طول هذا هالقد مأذيك وأنت هالقد شايلة من عنده، فلن نطلق هيك رأسا، خلي نسوي له فرشين أذيه وبعدين تطلقي. قالت ها نأذيه؟ قلت لها إيه نأذيه. قالت يلا شلون؟ قلت لها أنت سرجعي إلى البيت كأنه ما صار شيء وتظاهري بالحب له، الظاهري بالحب كأنه أنت تحبيه ومارسي هذا الدور مثلي تمثيل يعني أنه أنت تحبيه، وبعد فترة إذا هو تعلق بك زين فذاك الوقت أنت تضربين ضربتك. شنو تسوين هنا؟ تطلبين الطلاق فنخلعة وتنتهي القضية حتى الضربة تكون قاسية. هي اقتنعت بالفكرة يقول راحت. وإجت بعد تقريبا فرد شهرين ثلاثة أول ما طبق قلت لها أطلع طلقة ورقة الطلاق، قالت لا أنا أصلا جاي حتى أشكر من عندك، إحنا الآن أنا وقعت في دباديبة وهو وقع في دباديبة وإحنا بعد واحد يحب الآخر. لاحظ تحبب إلى الناس يحبوك، يعني هذا التظاهر بالحب حقيقة. هذا فرد مصطلح جدا جميل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنرجع إلى كلام الإمام وأبدلني، أول شيء الدعاء، تسأل الله سبحانه وتعالى. حقيقة إذا كان بين الرجل وبين المرأة زوجته يعني نوع من البرود، بينه وبين أولاده نوع من البرود، بينه وبين أهله نوع من البرود، أصدقاء أي شيء أي واحد، أول شيء يدعو الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة إلى الذين يأمن أذاهم، لكن بالنتيجة إلى أو بالنسبة إلى أهل الشنهان. شوف الإمام كلش دقيق، مو يقول الإنسان المخوش آدمي أو السوء السيء، لا يقول أهل. تعرفون شنو أهل الشنهان؟ شلون نقول أهل العلم زين، أهل التجارة، يعني اللي هو التخصص مالته هذا. يعني أكو بعض الناس نعوذ بالله التخصص مالته أذية الناس، صح لو لا؟ أكو شي بشر هذا متخصص ومتفنن في أذية الناس. استحضرتني قصة لطيفة لا بس، الخواجة نصر الدين الطوسي، تعرفون في قضية كان شوكة الخواجة نصر الدين الطوسي في زمن هولاكو، وبالنتيجة هو لمن هجموا على يعني هولاكو المغول يعني جنغيز خان لمن هجم على نيشابور وأباح شرد، كان الخواجة نصر الدين الطوسي هناك هرب راح إلى قلعة ألموت زي في القصة مفصلة من الإسماعيليين. جنغيز خان ما قدر يفتح هاي القلعة، قلعة ألموت ينقذون ابنه، تلاحظ اللي هو هولاكو قدر يفتتح هاي القلعة فأباد اللي موجودون فيها، بقى كم واحد، واحد من عندهم منه خواجة نصر الدين الطوسي. ليش؟ لأن هذا الرجل كان عالم وكان يعرف بالأنواء الجوية يعني، وكان يعرف بكثير من العلوم، مو فقط العلوم قصدي الفقهية أو الفلسفة، لا حتى في العلوم الطبيعية كان يعرف. فلذلك هولاكو راد استفاد من عنده، وبالفعل تقرب هولاكو إلى خواجة نصر الدين اللي صار كلش ملاصق إلى ومستشار المقرب. هاي لمن إجوا إلى بغداد قلت لك في قصة مفصلة، لكن هنا المغزى مالته هنا. أعداء الخواجة زين، أعداء الخواجة، واحد كان من أبناء العامة يعني شافوا هذا الخواجة نصر الدين الطوسي وهذا عالم شيعي مقرب، فشلون يتقرب إلى الحاكم زين بدل ما يظهر علمه؟ أجا شنو سوى؟ سوى مؤامرة. هاي حقيقة هي هاي أهل الشنآن، هم ذولا أهل نعوذ بالله البغض والعداوة. أجا شنو سوى؟ أجا استغل أم هولاكو ماتت، لما ماتت أم هولاكو
استغل الفرصة إجا لهولاكم قال له شوف إحنا حسب عقيدتنا إنه الإنسان لمن ينزل إلى القبر زين؟ هذا صاحبنا ده يقول له يقول له الإنسان لمن ينزل إلى القبر إحنا حسب عقيدتنا يجو منكر ونكير يسألوه زين يسألوه مسائل فإذا جاوب يودوه إلى مكان يكون مريح وسعادة وإذا ما جاوب يودوه إلى النار قال له خب شنو تريد؟ قال له أنت الآن أمك توفت هاي الجنازة مالتها وراح ينزلوها وين؟ ينزلوها إلى القبر قال له خب قال له أنا أقترح أنه هذا العالم الكبير اللي هو صاحبك والمستشار مالتك من هو خواجة نصر الدين الطوسي تنزله وياها في القبر ليش حتى الملائكة إذا سألوا هو يجاوب شلون حيلة هاي؟ والله حقيقية أنا قريت الكتب يعني لتصور ده أحشي صورة هذا هو لا تدري ما يعرفون دولة قضية آخرة ودولة ناس مو يم الدين ما يعرفون شاف هاي خوش فكرة وهو يحب أمه قال خلي ندز الخواجة نصر الدين الطوسي ينزل وياها بالقبر يعني مو موجود حتى هو يجاوب دز على الخواجة نصر الدين الطوسي هذول أهل الشناعة لكن شغل الخواجة كان يفتهم طب مو جاهل لما اجى الخواجة قال له هولاك وقال له أنا هاي أمي كلش عزيزة علي وهذا العالم الفلاني قال إنه راح يجي منكر ونكير وأمي ما تعرف تجاوب فأريد أنت تنزل وياها إلى القبر وتجاوب نيابة عنها قال له مولانا المعظم أني وهذا علمي ومكانتي ضامها إلك أنت بعد عمر طويل إذا صار بيك شيء أنزل وياك أما هاي أمك خلي تتابع العالم وياها شالوا ذاك ونزلوها بالقبر وياها طلع أهل الشناء هسه هذا فل الشيء يذكر لكن هذا واقع إيش قد أكو بالدنيا مثل هذول حقيقة أهل الشنآن شلون تعبير حلو عن الإمام يعبر عنا بأهل الشنآن يعني اللي شغلهم شنو البغضاء والعداوة وأذية الناس هذول الإمام يقول يا رب حول البغضاء والشحناء مال هذا إلى شنو والشنآن حولها إلى محبة إلى هذا الحد يجب أن يكون بعد الإنسان المؤمن والله أسائلي أسأت إلى لا أكثر من هذا هذول اللي يخططون للإساءة أنت لازم تطلب من الله سبحانه وتعالى وتفكر في طريقة ما لكي تمد جسور إليهم حتى تحبهم ويحبوك أو على الأقل تبتعد عن شرهم هذه أيضا نقطة حبيت أبينها صلى على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أيضا عندنا الآن أنا أقرأ كم رواية حقيقة في هذا المجال روايات كلش مهمة تفتح لنا آفاق في مجال هذه العلاقة الإنسانية التواصل الاجتماعي قلنا لا يقوم إلا عبر هذا الجسر يعني الجسر الذي يربط بين قلبي وقلوب الناس لابد أن يكون عبره هذا الجسر جسر المودة المحبة لذلك ورد عن النبي ما تحاب رجلان نفس الشيء طبعا الأخوات نفس الشيء ما تحاب رجلان إلا كان طبعا هذا ليش يقول رجلان هنا من باب التغليب لا أكثر ولا أقل ما تحاب رجلان إلا كان أكثرهما حبا لصاحبه أفضلهما عند الله سبحانه وتعالى هذا المقياس إيش قال أنت أنت وصاحبك هسه أصدقاء واحد يحب الله بس يا اللي يحب أكثر هذا عند الله سبحانه وتعالى أفضل كما ورد في هذه الرواية طبعا عندنا روايات كثيرة في هذا الصدد زين إن شاء الله إذا عندنا وقتها نرجع إليها أنا حقيقة أقول بأن الإنسان حقيقة هو الولادة مالته صارت عن طريق مشروع حب وحينما يولد أيضا يكبر في حجر كل قائم على المودة والحب والعاطفة فطبيعي الله سبحانه وتعالى هيئه لكي ينمو في هذه الأجواء يعني أجواء حب لاحظ حقيقة هذه فرد نعمة من الله سبحانه وتعالى شوفوا الحيوانات إيش سأجل لكم الله خو بعض الأسماك مثلا الأسماك بس تفقس ما لها علاقة بأمها وأكو بعض الحيوانات فترة جدا قصيرة فقط الإنسان اللي هو أكثر فترة هي فترة
اللي يقول اللي يكون في حجر والديه في حضن والديه. الإنسان هو اللي أكثر من كل المخلوقات في هذا المجال، يعني التصاقا بأمه وأبيه وأهله، فطبيعي يحتاج إلى هذا الجو اللي هو مفعم بالمودة والمحبة. هذا الجو الذي عبر عنه رسول الله لما جاء الحابس ابن الأقرع. حابس ابن الأقرع كان جالس أمام النبي صلى الله عليه وآله، ورسول الله كان في حجره الحسن والحسين، يقبل تارة هذا ويقبل تارة ذاك. هذا دي باوع الحابس ابن الأقرع، باوع باوع، قال له يا رسول الله عندي من الأولاد 10، مو 1 و2، عندي من الأولاد 10 ما قبلت أحدهما قط، نعوذ بالله، ما قبلت أحدهما قط. فقال له رسول الله وما أفعل إذا نزع الله الرحمة من قلبك؟ ماذا أسوي؟ يعني شو أسوي لك إذا الله سبحانه وتعالى نزع الرحمة من قلبك؟ إذن المفروض الأطفال حقيقة الأولاد، يعني قصدي هو مشروع الحب يبدأ أصلاً من اللقاء الأول وبعد أن يولد، هذا كله هو مشروع للحب. فالإنسان ينمو ويكبر في هذه الأجواء، أجواء الحب والمودة. طبيعي لما يكبر يكون متعافي نفسياً، ما عنده جفاء داخلي، تلاحظ؟ ما عنده فقر في مجال العاطفة، متعافي. فلذلك تشوفه هو عنده ثقة بنفسه، وقلت يقولوا علاقاته بالآخرين وإلى آخره من الصفات النفسية. بعد عندنا رواية جميلة، من قبل ولده، شو الحلوة هاي الأحاديث حقيقة شجعنا على هذا الفعل، من قبل ولده كان له بذلك حسن. توقف اللي يقبل ابنه، شوف احنا طبيعي نمارس هذه العملية، لكن حاول أن تمزجها بالنية، المن بنية القربة إلى الله سبحانه وتعالى حتى الثواب يتضاعف. من قبل ولده كان له بذلك حسنة، ومن فرح ولده فرحه الله يوم القيامة. لا، عندنا أيضا رواية أخرى، أكثر من تقبيل ولدك، أكثر شقد ما تقدر، يعني بوس الولد هنا مو بمعنى الذكر طبعا، الولد من الولادة يشمل الأنثى والذكر، لاحظ، أكثر من تقبيل ولدك فإن لك في كل قبلة درجة، مو ثوابها، درجة درجة للصعود والارتقاء يوم القيامة في مدارج الكمال هناك. عجيب والله، روايات تشجع على هذا الفعل، أن نغدق أبناءنا وأحباءنا بالحب والمودة عن طريق هذه القبلة. أيضا ورد بالنسبة للأصدقاء، يقول إذا أحب أحدكم أخاه، إذا أحب أحدكم أخاه، نفس الشيء الأخت إذا أحبت أختها المؤمنة، زين، إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه، فليعلمه، ليش؟ فليعلمه إنه يحبه. وعندنا روايات أخرى فإنه أوقع للمحبة، يعني يزيد المحبة بينهم، ما بيها شيء. الإنسان يفصح ويعلن عن حبه للآخرين. تشايفين هذا القلب حقيقة، القلب مثل شيشة العطر، إيش قد ما يكون العطر غالي حقيقة، هذا الضوء إيش قد ما يكون غالي ورائحته جدا طيبة، بما أنه القبر ماله لعشان يعني مغلق ماكو ريحة، شو وقت تطلع الريحة؟ لمن تفتح، صح ولا لا؟ لما تفتح الغلاف أو الغطاء مالته تفتحه، ذاك الوقت تفوح الرائحة الطيبة. هكذا قلوب الناس حقيقة، قلوب الناس قد تكون مفعمة بالحب إلى الآخرين، لكن هذا ما يكفي، لابد من إظهار هذا الحب. شلون الظهر؟ شلون تفتح القلب؟ بالكلام، قل له أنا أحبك، الأخت تقولها لأختها المؤمنة أنا أحبك، هذا يزيد من المحبة. هو هاي حقيقة التواصل الاجتماعي، ولا يتم إلا عبر هذا المفهوم، مفهوم المحبة يجب أن يكون ثقافة، يتحول إلى تقاليد، يتحول إلى عرف اجتماعي، أنه واحد من يشوف واحد يبتسم في وجهه، يسلم عليه، يحضنه، يقبله،
زين يقول له أحبك. هذه كلها مفاهيم بها روايات جدا كثيرة لكن ليس مجالها الآن. عندنا أيضا روايات جبلت القلوب إلى من أحسن إليها. أن الإنسان يحسن إلى الناس حتى يحبوه. جبلت القلوب إلى من أحسن إليها. رأس العقل كما في رواية عن النبي أخرى. رأس العقل بعد الإيمان شنو هو؟ رأس العقل بعد الإيمان ما يقول النبي صلاة وصوم وحاج، لا لا لا، رأس العقل بعد الإيمان التودد إلى الناس. التودد إلى الناس، أن يحب الإنسان الناس ويظهر هذا الحب. زين هسه عندنا احنا حقيقة بالنسبة للآية القرآنية أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. شوفوا هذا الحب اللي الله سبحانه وتعالى كما في رواية أن الله إذا أحب عبد أخبر جبرائيل يا جبرائيل إني أحبه. فجبرائيل يجي إلى أهل السماء يقولهم إن الله سبحانه وتعالى أحب فلانا فأحبوه. وهكذا يزرع يعني حقيقة يزرع الحب في قلوب الناس اتجاه هذا المؤمن إذا أحبه الله سبحانه وتعالى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. عشان حقيقة سيجعل لهم الرحمن ودا. لذلك هذه المسألة جدا مهمة. هي طبعا هاي تتعلق بقضية الكمال وانجذاب الإنسان. الإنسان مفطور على حب صفات الكمال والجمال المعنوي، فإذا تجسدت في إنسان أنت تحبه. لاحظ؟ لذلك يقال أن هذه الآية القرآنية، مو يقال، عندنا روايات كثيرة أنها نزلت في علي بن أبي طالب سلام وصلوات الله وسلامه عليه لذكره صلوا على محمد وآل محمد. كما يقول الشاعر فقلوب على هواك تغني يا أمير المؤمنين، فقلوب على هواك تغني، فقلوب على هواك تغني وأكف إلى علاك تشير. نحن نهواك لا لشيء سوى أنك من أحمد أخ ووزير، وحساما يبدي وروح كذا، إلى أن يقول سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير. لك مهوى قلوبنا وعلى زادك نربي عقولنا ونمير، وإذا هزت المخاوف روحا وانطوى بها خافق مذعور، قربتنا إلى جراحك نار وهدانا إلى ثباتك نور، نحن عشاقك الملحون في العشق. نحن اللهم صل على محمد وآل محمد. نحن عشاقك الملحون في العشق وإن هام في هواك الكثير، فقلوب على هواك تغني وأكف إلى علاك تشير. فأقول الآية القرآنية نزلت أيضا، سبب النزول هو هذا، إن الله سبحانه النبي قال لعلي ادعو بهذا الدعاء اجعل لي عند الرحمن وفي قلوب الناس ودا وعند الرحمن كذا في مؤدى الرواية، مبحثنا هذا. لكن أرد أقول هذه خلاصة الكلام حول هذه الآية القرآنية أو حول هذه النقطة الأولى حتى انتقل بشكل سريع بعد وقت ما كل النقطة الثانية. فإذا وصلنا إلى هذه النتيجة، إن الله سبحانه وتعالى جعل في هذا الكون هذا المفهوم مفهوم الحب، وهذا المفهوم الحب يحتاج إلى تفعيل. أخواني أخواتي تفعيل حقيقة يجب أن يتحول إلى ثقافة، وهذا وارد عبر ما بينا بعض النقاط. تحبب إلى الناس يحبوك، هذا رواية مهم، هذه رواية عن النبي صلى الله عليه وآله. تحبب إلى الناس، تظاهر بالحب، لقن قلبك، لقن نفسك، زين العقل الباطن مالك برمجه إلى حب الناس حتى تتحول إلى إنسان محب. وابعد عن أهل نعوذ بالله الشنآن، وذلك بالدعاء. بأي طريقة حاول أن تكسبهم وتحولهم إلى محبين، مو فقط القوت اللي يقول اللي عندك مشكلة نفسية وياهم، هذا لازم أنت من زمان مرتب وياه وخاله يحبك وتسفر العلاقة. أكثر من ذلك اللي هم أهل الشنآن نعوذ بالله،
هذول لازم كما يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه اللي قرينا الرواية. زين عموما هذا اللي النقطة الأولى. انتقل بشكل سريع إلى الدائرة الأضيق كما دائما بحثنا عام، بعدين ننتقل إلى الدائرة الخاصة. صلوا على محمد وآل محمد. الدائرة الخاصة أخواني أخواتي حقيقة واحدة من الأشياء المهمة في فيما بين العائلة هي علاقة الزوج بزوجته والوالد بوالده. هذا هواي مهم في الانعكاس ماله احنا اللي يهمنا حقيقة الآثار مالته على البيت والجو العائلي. رسول الله حقيقة فرد رواية جدا جميلة، هاي لازم نكتبها احنا بماء الذهب ودائما نفكر بها. رسول الله يقول جلوس المرء عند عياله أحب إلى الله من الاعتكاف في مسجد هذا. نحن نعرف بأن ركعة واحدة يصليها المؤمن في مسجد النبي تعادل 1000 ركعة خارج مسجد النبي. لاحظ ركعة واحدة مقابل 1000، فكيف إذا كان اعتكاف اللي هو 3 أيام يبقى هناك من الصبح لليل، 3 أيام يعني يبات ويصوم ويصلي 3 أيام اعتكاف. مع ذلك يقول رسول الله جلوس المرء مع عياله، هاي القعدة زين اللي مفعمة حقيقة بالحب والمحبة. لازم نخطط أخواني أخواتي حقيقة، لازم نخطط إلى هذه الجلسات الهادئة الجميلة. كعائلة لابد يكون عندنا فرد تخطيط، لابد أن يكون عندنا فرد استراتيجية. الآن تدرون الجو اللي موجود حقيقة، الأجساد مجتمعة، قد تحول البيت إلى فندق. وحتى لو تجمعت الأجساد شايفين أنتوا الأفكار أو اللي يقول الأرواح متفرقة، كل واحد قاعد ويدي باوع الموبايل مالته والواتساب والكذا، صح ولا لا؟ تشوف العائلة قاعدة لكن كل واحد في عالمه. هذا خطأ، هذا هواي خطر على العائلة. زين حتى لا تتفكك العائلة وتعيش في حالة من الوئام والانسجام، لابد أن يخطط الأب ولابد أن تخطط الأم في طريقة أي طريقة كانت حتى يحاولون أن يعيشون هاي الأجواء، أجواء المحبة. زين أجواء الألفة، جلوس المرء عند عياله أحب إلى الله من الاعتكاف في مسجدي هذا. نقطة أخيرة بشكل سريع طبعا واحدة، وهذا بحث كلش طويل، إذا جينا إلى قضية المحبة بين الزوج والزوجة والحب بين الزوج والزوجة وشون نفعل، هذا بحث طويل حقيقة. احنا ليش الليالي السابقة أكدنا على قضية معرفة الخلافات والاختلاف بين طبيعة المرأة وطبيعة الرجل؟ هذا كله نريد نوصل إلى هذه النتائج. احنا نريد حقيقة نسوفر ثقافة حب مودة بين العائلة، لو أساس العائلة هم الأم والأبو. اليوم حقيقة أطرح فالنقطة، هذه النقطة يعني أصبحت من البديهيات وفر الشيء صار ثابت. هي طبعا مطروحة من سنة 1929، من ذاك الزمان بحوث أكو عنها، لكن اليوم هذا الشيء ثبت حتى في أمريكا. هاي آخر البحوث اللي هم صدروها. زين قلت هاي التقارير أنا أجيبها من ناس حقيقة علماء في هذا المجال، يعني مو من عندي اخترعها، وانما يقولون بان اخر دراسه صارت في امريكا. زين وكانت الدراسه حول هالمساله هاي اللي هي يعبرون عنها بالدوره العاطفيه للرجل. هذا يمكن مصطلح ما ادري البعض سامع به لو لا. احنا المعروف عندنا انه المراه تدخل في هذا الشيء الطبيعي اللي هي الدوره زين الشهريه. في الدوره الشهريه حالة النفسية مالتها تكون حالة خاصة. تلاحظ هي المرأة مثل موجة البحر، من تصعد تعطي ولما تنزل تريد تأخذ، تلاحظ شلون؟ فكليتنا نعرف أنه هي من تمر في هذه المرحلة، مرحلة الدورة الشهرية، تحتاج إلى فرد عناية، حالتها النفسية وضعها النفسي، وهذا كل تعرفه. لكن أن الرجل يكون عنده دورة ما أتصور هذا الشيء، يعني كثير واضح
لكن هذا الشيء ثابت أخواني وأخواتي، وأكو دليل عليه دراسات عليه بأن الرجل أيضا عند هذه الدورة التي يعبر عنها بالدورة العاطفية، هاي شو وقت تصير؟ لأنه يعني بالضبط شايفين المد والجزر اللي يصير قضية القمر وعلاقته بالمد والجزر مال الماء يصعد وينزل، نفس الشيء يقولون لما نصير الليالي البيض زين، أو اللي هم يعبرون عنه خو ما يقولون هم الليالي البيض، هم يعبرون عنه بفترة اكتمال القمر، هنا الرجل يدخل في هذه الدورة هسه يومين ثلاثة أربعة، هاي يعبرون عنها بالدورة العاطفية. ليش؟ لأن يأثر القمر كأنه على نسبة الماء اللي موجود في جسم الرجل زين، سبحان الله مثل ما يأثر على البحر المد والجزر يأثر على نسبة، تدرون أنتوا الإنسان مكون 80% هو ماء و20% اللي هي أملاح وأشياء أخرى، بس 80% ماء، فهذا لمن يكتمل القمر كأنه إلى فرق التأثير من هالجانب هذا، لذلك يقولون يأثر على جهازه العاطفي النفسي السلوكي النظري الوجداني كله يأثر عليه، فيدخل في هذه الدورة كم يوم. إيش قد تصير عندنا مشاكل هنا؟ هم يقولون من 65 إلى 85% من العنف اللي يصير هنا، هاي الدراسة قلت في أمريكا مسوية حديثا، يعني يقولون من 65 إلى 85 نسبة الجرائم اللي تصير زين من العنف أو الضرب أو القتل أو السرقة أو الطلاق تصير بهالفترة، هاي فترة الطلاق العاطفي أو عفوا يعبرون عنها بالدورة العاطفية اللي بهالوقت هذا بالذات، لاحظ اللي هو بهالوقت هذا بالذات يقولون أكثر الجرائم والسرقات والطلاق والمشاكل والعنف يصير في هالفترة، النسبة مو قليلة ترى من 65 إلى 85، وهاي مسويها عبر الاستقراء والدراسات الميدانية يعني، واصلين إلى هالنتيجة. فأنا شلون أرد أوصل؟ أرد أقول حقيقة كما أن المرأة تمر بهذه الدورة وتحتاج من الرجل أن يتفهم حقيقة هذا المسألة وحالتها النفسية ويتقبل هذا الوضع اللي هي تعيش فيه حتى يحنو عليها ويعطيها من العاطفة والمحبة أو يغدق أكثر يعني، نفس الشيء على المرأة حينما يدخل الرجل في هذه الدورة العاطفية عليها أن تعرف بأن هذا أمر طبيعي. طبعا يقولون هذا إلى آثار من الناحية النفسية، يصير عنده حالة من الاكتئاب، عنده حزن توتر انزعاج، يصير عصبية عنده، هذا من الناحية النفسية. أما من الناحية البدنية يصير عنده صداع زين، فرد نوبة يصير عنده واحد صداع، أو يصير عنده مثلا ألم في أسفل الظهر، أو يصير عنده مثلا ألم في الركبة زين، هاي كلها من علامات دخول الرجل في هذه الدورة زين العاطفية. فهنا يحب طبعا تدرون الرجل يختلف عن المرأة، المرأة دائما بالعلاج شنو تبحث عن، تريد تحشي أو تريد تتكلم. مثل البارحة كان حديثنا حول أنه المرأة إذا أكدنا على رواية وإن جهلت غفر لها، قلنا إذا المرأة أساءت للرجل باللسان المفروض الرجال يطلب منها يطلع منها ليوقف ليقمرق يعني، أو يفلتر الكلام مالتها. هسه البعض من الأخوات افتهموا، أو مو البعض، وحدة اعترضت أنه قالت يابا شنو يعني إحنا نحكي شي شو ما كان مخربطين يعني، شنو إحنا يعني عقل ما عندنا؟ لا، ما له علاقة أصلا بالعقل القضية، الرجال عنده عقل وعنده عاطفة، والمرأة عندها عقل وعندها عاطفة، لكن المرأة العاطفة مالتها أكثر من الرجل زين، والرجل العقل ماله زين عنده عقل لكن في الممارسة السلوكية إحنا قصدنا، فالعقل ماله يضغي على العاطفة، هي العاطفة مالتها تضغي على العقل، لذلك إحنا الكلام مالتها فرقنا بين كلام الرجل، الرجل عنده واحد زائد واحد يساوي اثنين، بينما المرأة من تريد فرد شيء أو تريد تقول فرد شيء ما تقوله واحد زائد واحد، وإنما تضيف له وتحاول أن تعبر، فرد تعابير تختلف عن تعابير الرجل، لاحظ؟ وهذا احنا تكلمنا عن المريض نعيده. فأريد أقول كما أن على المرأة أن تراعى في هذه الفترة، على المرأة أيضا تراعي الرجل الحقيقي حتى لا تصير مشاكل، حقيقة لا تصير مشاكل. لذلك يحذرون يقولون يابا في هالفترة المرأة صدق يقولون أكثر مشاكل الطلاق تصير في هالفترة، هي فترة
الدورة العاطفية، الرجال يصير عصبي. والحمد لله احنا للمذهب مالتنا في قضية الطلاق مو مثل المذاهب الأخرى اللي رأساً يجي يقول أنت طالق وانت كل شيء. احنا لا، عندنا الشروط، وهذه الشروط اللي تعطيك فرد مجال طويل إلى أن يصير الطلاق في طهر لم يوقعها فيه، وأن يكون هنالك الشاهدان عادلان، وأن لا تكون في الدورة إلى آخره. فقصدي هذا الحمد لله فرد نعمة، وإلا لو ما هذا كان، ولذلك تشوفون أنت نسبة الطلاق عندهم أكثر من عندنا. القصد، فعلى المرأة أن لا تلاحق الرجل، أن لا تلاحق الرجل، خلوه يروح إلى الكهف ماله. حقيقة هاي الفترة لا تحس المرأة أنه هو مسوي لها إجنور، عايفة وما يعتني بيها، ولا لا لا، هاي قضية طبيعية. أنا بس أردف فهم النساء أن هاي مسألة طبيعية، يحتاج الرجل 3 أيام 4 أيام 5 أيام حسب الرجل، فخلوه براحته. يعني هذا الملاحقة والإصرار على أن تعرف شنو ليش بيك شنو بيك إلى آخره، هذا يأثر على الرجل، يضغط على الرجل، وهذا يكون فوق المشكلة مالته، راح تضاف مشكلة أخرى ويسبب ويؤدي إلى مشاكل. أنا هاي النقطة حبيت أن أوضحها، زين، باعتبار أن الوقت مالتنا انتهى. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. القاسم ابن الإمام الحسن سلام الله عليه، شاب في مقتبل العمر، حقيقة مو من السهل كان على الإمام الحسين أن يقدمه ذريئة للسيوف والرماح. لذلك لمن إجل الإمام الحسين، الإمام الحسين رجع ما قبل، ولكن هو كان عنده وصية من أبوه الحسن، قال له إذا وصلت إلى مرحلة أو صار عندك الغام هم مشكلة كذا أرجع إلى هاي الوصية. في هاي الوصية لما انفتحها، هو هذا كان اللي شايل هاي الورقة وأعطاها، يعني الرسالة إلى الإمام الحسين، هي كانت من الإمام الحسن: بني إذا رأيت عمك الحسين وحيدا في ساحة الطف في كربلاء فانصره. زين، فلذلك بعد الحسين ما كان عنده حجة بأن يرجع القاسم سلام الله عليه. أنا أجيب لك هاي الصورة، زين، لقاء القاسم وتوديع لأمه وعمته وذهابه إلى المعركة. ونسألكم الدعاء، وكلنا حقيقة القاسم ترى باب من أبواب الله سبحانه وتعالى، نتشفع به إلى الله لقضاء حاجاتنا، وبالأخص المرضى المنظورين. لزمة ترجع بسكينة وعمت بحلقة شمة، ومن الخيم مذهولة طلعت تنادي أمه: يا ابني يا جاسم هالوقت حلك العمك ضمه، الهاليوم أنا ضاخرتك بالك تخيب ظنوني، هز الرمح وتكنى يا والدة بدعيلي، رايح أنا يا والدة من غير ما تقليلي، عمي وحيد بكربلة المنى ضمن حالي، يوم الأغير ادعيلي انت وعمتي زينب. نزل إلى الميدان أخذ يرتجز ويقول: إن تنكروني فأنا نجل الحسن، صفط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتمن، بين أناس لاصقوا صوب المزن، بينما هو يقاتل سلام الله عليه. حقيقة شوف الرجولة والبطولة، انقطع شسع نعلها. هذا من الذي يقول حميد بن مسلم، يقول: برز إلينا غلام وجهه كفلقة قمر طالع. الله أكبر. يقول: بينما هو يقاتل إذ انقطع شسع نعله، يعني أنف ابن رسول الله أن يقاتل بحافي، يعني عيب، فلذلك انحنى حتى يصلح شسع نعله. بينما هو يعالج انحنى شسع نعله ليصلحه، وإذا باللعين عمر بن سعد بن نفيل الأزدي قال: علي آثام العرب إلا بأذك العمه به. أقبل إليه: آجركم الله،
ضربه بالسيف على رأسه خر إلى الأرض مناديا عماه أدركني. حينما سقط إلى الأرض أخذ يرفس هذا الغلام، أقبل الحسين سلام الله عليه قتل قاتل القاسم. يقول من جلت الغبرة إلا والحسين وين منحني على القاسم، وهو يخاطب ويقول له بني عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك. بكى ونادى يا جاسم شبيدي يا ريت السيف حز قبلك وريدي، أهانلكم تخلوني وحالي وعلى خيمنا يا عم الخيل تفتر. الله أكبر. بعد ذلك حمل القاسم وجاء به وين إلى الخيمة اللي بيها علين الأكبر، علين الأكبر في جانب والقاسم في جانب آخر. الشبان شبايان مثل الورد يزول، سعد الله أمهات حقيقة الشهداء والله سعد الله قلوبهم. الشبان مثل الورد يزول والله وصف على الغبر ينامون، يا شبان بالله لا تونون تنجمون قلبي من تلوجون. بينما الحسين عند القاسم يقال دخل الزينب أبا عبد الله رملها أم القاسم تريد تجي لابنها، وباعتبار أنت موجود أبا عبد الله تستحي، هاي قدامك تريد تلطم تريد تشك زيقة. لذلك الحسين خرج من الخيمة، دخلت هذه الأم الله أكبر الأم عندها أمل أنه ابنها يكبر وتعيش تحت ظله، ولكن نظرت إليه وهو يسبح في بركة من الدماء. الله حال القضاء دون الرجاء رملة تنظر زفتك يا جسام، شلون تعوفه وفوق الثرى تنام، تدري هي تعد ساعات وايام وايام، لزفتك يا ابني يا بدر تام. يا كربلا يا حزن ولا ام ولا ام. شاوين عرسك مو تقول الناس عريس، يلي سم فقدك بقلب الوالد يجيس، قلي شاسوي لوحد الحداي بالعيس، يا ولي باري لي عقوب عينك يا ضرغايا. بيت الدعاء وأسألك الدعاء حقيقة. هنا أنا أحكي ويا الأخوات ويا المؤمنات الأمهات، عندكم أولاد تعرفون الآن حقيقة الحرارة اللي في قلب رملها. يا ابني شقول عليك، يا ابني دول ابني زماني بيك، دول ابني والله دول ابني زماني بيك يا سلوي، دول ابن زماني بيك يا سلوى، شلون انساك وانسى ايامك الحلوة، شال بلوى المثل ما جرت بلوى. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.